يقول في رسالته: إذا خرجت المرأة مع زوجها أو محرمها إلى السوق متحشمة، وذلك لقضاء بعض حاجاتها التي لا يمكن قضاؤها إلا بوجودها، فما الحكم في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحكم في ذلك أي في خروج المرأة مع زوجها لشراء حاجاتها من السوق وهي متحجبة متحشمة أنه لا بأس به ولا حرج، وعليه أن يلاحظها في أثناء السير وأثناء الوقوف عند الدكاكين والمحلات ليكون حاسبا لها وصائنا لها. نعم.